استكمال العيادات المتخصصة لطب الأسنان. لدينا 60 عيادة متخصصة تم الانتهاء منها وعلى وشك الافتتاح إن شاء الله في الأسابيع القليلة القادمة. نأمل أن نتشرف بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر للافتتاحها، لأنها نقلة نوعية في مدينة سكاكا وستستقبل الجمهور عامة لكل ما يتعلق بعلاج الفم واللثة والأسنان بإذن الله.